كمل هدول نحن الأقواس مع البابات هاي. هلا عنا هدول بدهم تفريغ على فكرة، هلا بنشتغلهم كلهم سوا. هون نحن رح نشتغله على قسمين، أول قسم عنا إياه هذا كامل اللي هني هدول الأقواس، فهون رح أعمل كونكت وآخذ هذا الإطار عشان يطلع معي، وبعدين بنحاول نضيف الإطار البراني. يعني هون بظن كان غلط إنه نحن عاملين قصيناهم بهالشكل هاد مثل ما شايفين هون، فهي بدنا نظبطها. ممكن عن طريق الشيبس على فكرة، ما في داعي ندخل عليهم نفسهم، بس أنا هون لأنه عملت لهم مشكلة إذا ما عملوا اكسترود مثل بعضها. رح نرجع للشيبس اللي طلعوا عنا هذول. رح اعمل editable spline ورح اخذ السيجمنت هذول كلهم، رح اضيف رح اضيف divide نقطة واحدة، هاي divide ضفناها بالنص. فهلا على الفرونت انا بدي مثلا ارتفاع القوس تقريبا يبدا عندي من هون، هذا رح يطلع معي القوس هيك. ممكن نحددها بناء على الارقام، اذا مرسوم رسم دقيق نرفع الواي وننزلها نفس الاسلوب اللي بنعرفه. هلا مبدئيا رح احذف السيجمنت هون، هي ديليت هون رح يكون معي وصل. طيب بعد رح اخذ هدول نقطتين رح نعمل لهم فيوز ويلد نفس الشيء هون. هذا الحكي لو كنت مشتغله بالاصل يعني عامل لك كونكت كان بقدر اتجاوزه يعني برياحه. ممكن نحذف هاي النقطه هلا على فكره ما عاد لها داعي. ننزل على السيجمنت اخذ نسخه ثانيه. هلا في عندنا نسخ حلو اختصار اسمه كونكت كوبي، بس بدنا ننتبه عليه. اذا انا عملت شفته وسحب عادي، اذا فعلت كونكت كوبي شو رح يصير عندي؟ رح يسحبها مع خطوط. هاي كمان بتساعدنا بالشغل، تمام هيك. هلا هذا الخط نفسه اللي موجود معي هون نصانة، رح ناخذهم اثنيناتهم ونعمل لهم ديفايد، فضف لي هون نقطة بالنص شفتوها. رح نرجع ناخذ هاي الفيرتكس نرفع لفوق، هاي القوس تقريبا صار موجود عندي. شيء مشكلة صارت، نرجع كنترول زد هذا سيجمنت شفت وسحب، نرجع سيجمنت ديفايد تمام. احيانا بتصير معنا مشكلة مثل هيك شايفين هذا الشكل، طبعا بيكون السبب انه هون نوع النقطة بيكون كورنر، او لازم نعطيه نحن بزير كورنر، هي قد ما زدناها ما رح ياخذها. بس ليش في نقطتين كمان؟ معلش رح اعمله كنترول اي ويلد، كان عدد نقاط عنا 34 ويلد تمام. هلا نوع النقطة هون بنرجعها كورنر عادية، صار القوس عندي منتظم. فهي مشكلة انه عم يعطيني هالشكل هاد سبب انه نوع النقطة هون عندي اياها كورنر، او بالعكس اذا انا بدي اياه يطلع بهالشكل هاد تفصيلة باب معين او شيء من هيك، فبختار عفوا بختارها بعملها كورنر عادية او بزير كورنر. شايفين الشكل هلا اللي طلع معنا؟ هاد الشكل الاساسي. طيب رح اخده هون رح نزلهم شوي، تقريبا بدي اياها بهالخط هذا تطلع. بالنسبة للبابات اللي عنا هون رح اخذ هذا القوس اللي طلع معنا ونعمل له نسخة ثانية لتحت. ممكن اوصل للشكل هذا بكذا طريقة. اذا بدي اعمل له كمان نسخة ثانية على الصن تماما ممكن اخذها عن طريق الارقام، بس رح اخذهم هون. وشو اعمل لهم هدول؟ ديتاتش، نرجع ناخذ القواس اللي تحت. رح افصلهم انا هلا، هذا الخط التحتاني كله رح نفصله عن الفوقاني. شايفين مشكلة الكونكت كوبي؟ كنترول زد
معلش ونرجع الغي الكونكت كوبي شيفت وسحب وبنرجع نعطيه ديتاتش. انتو بجوز عم تشوفون هلا انه شلون بدكم انه خطوات ورا بعض وهيك، بس لما بتيجوا بتطبقوا بيبقى الحكي رح يختلف يعني، لانه اخذي ايدي عن على الاختصارات وهيك. انت لو ما بتكون جد طبقه بجوز تلاقوا في اخطاء ثانيه عم تصير معكم. ديتاتش للخط الثاني، البقيان اعمله هو هاد مع هاد، حاخذ هاد الخط التاتش مع هاد الخط وبقيان عدلهم عن طريق التريم والاكستند. ممكن اوصل لهم، ارفع هاي لفوق، نرفع هاي لفوق، التريم والاكستند موجودة مع سبلاين تمام هيك، وهون رح اعطيه تريم للبابي هاي. هلا بنرجع بنعدلهم، اذا ما مشي حال هلا بنشوف في عنا امر تاني. اذا كان موضوع شايفين هاي المشكلة، فهون في عنا امر تاني اللي هو الريفاين، نضيف نقطة محل التقاطع. في عنا شيء اسمه تاني، شيء اسمه كروس انسيرت، اللي هو مكان التقاطع بضيف له نقطة كروس انسيرت. يعني هون ما متقاطعين الخطين مع بعض، فمتى كبست اضيف له نقطة، مشان مشكلة انه اذا انا عملت التريم عم تعدل معي القوس. فبنرجع بنحدد وديليت، صار معي هلا البابات جاهزة هي هون ديليت. وبنرجع هون فيرتكس كنترول اي، شوف النقاط قبل كانت 28، ممكن نعطيه ويلد تمام. في مشكلة هون شيء تو فيرتكس ويلد الحين كلهم شيفت جي في نقشات صارت معي تمام. التقطيعات هاي مالي، هي ماني محفرة انا بالنهاية، فما رح تطلع معي برندر. هلا البقيان نعمله نفس الخطوات اللي اشتغلناها من قبل. عندي هذا السبلاين، بدي اتاكد بس موضوع الاكسترود يا ترى فيه مشكلة ولا لا، ماشي. فنفس الخطوات اللي اشتغلناها من شوي، ناخذ سبلاين كنترول اي. هلا بقدر اعمل لهم التاتش على فكرة، هاي التاتش رح اخذهم كلهم سوا على محور المجموعة انجل سناب مع 90 درجة تمام. هايراركي افكت بيفوت اونلي سنتر تو اوبجكت، هي 90 درجة. لاحظ انه الاوامر نفسها عم تتكرر هلا، ما عاد عنا خلينا نقول اوامر صعبه جديده رح نضيفها للاوامر اللي اخذناها من قبل. هلا هون بتاكد ان الاكسترود موجود عندي تمام هيك، برجع بحذف، رح اخذ سبلاين نعمل اوت لاين بس للبابات التحتانيات. اوت لاين اخذناها 60 سنت، هي كمان المشاكل بتصير انه وحده عم تاخذ اتجاهها لبرا وحده لجوا، فبدنا نضطر هون نعمل كل مين لحد. نتأكد بس انه شايفين مشكلة هون، هدول المشاكل كمان كلهم بدهم تصلح، بيكون يا اما ولدي اما عندي نقاط متكررة. نرجع Alt Q نشوف المشكلة هون، فتحنا بس التحديد حالي شو عطاني، فبنرجع نعطيه ولد. انا ما بعرف ليش توا اعطيته Ctrl A، هي 29 نعطيه ولد، رجع لل 14 تمام. هلا مشي حال. نفس الشيء اوتلاين المفروض هلا يمشي حال. شوفوا الخطوط تمام يعني، بقيان بس مشكلة الاتجاه. هلا الاتجاه على حد علمي بتنحل بموضوع الترقيم، اذا بتتذكروا حكينا عنه. فانا هون ممكن اقول شوف فيرتكس نمبر، شوفوا هاي اخذي 1 4، هاي عكسها اخذي، فممكن نحلها بموضوع الترقيم. جربوها هاني، نحنا رح نعمل بس كل وحدة عم تاخذ الاتجاه هاد نعملهم سوا. فهي رح اعطي انا 60 اوت لاين او ناقص 60 هون، وهدول رح اعطيه 60.
تمام هيك. هلا هون تقريبا خلصنا، معلش اخر شيء، او هدول مفرغات هني ما رح ناخذهم، ما رح ناخذهم مثل هدول. بيبل رح اخذه وزدته على هالشكل هذا، انتبهتوا شو صار معنا؟ تمام هيك. فهيك رح يكون شغل، بظن الموضوع بسيط. مفرغة ممكن هلا نشوف كيف ممكن نغطيها. هلا هون في مشكلة انا يعني ما حكيت عنها، معلش رح اعمل هايت سلكشن، وهون هايت سلكشن. هاي كمان من ترتيب الشغل، انه نحن لما بدنا نجي نشتغل بدي افكر يا ترى انا عم اعمل هون اطارات خارجية ولا لا بدي افرغ. يعني مثلا لما عم نحكي انه انا بدي اخرج هيك شيء، شايفين هدول؟ فهدول بدي هون يكونوا مفرغات ومبين جوا انه حاطط مثلا قطع صمت او شيء او قطع مطبخ يعني. نفس الحكي هون، لما بدي اطلع ما بدي اشوف في عندي باب جوا، فهدول كلهم شو لازم نعمله؟ نعمله الاكسترود، نفرغهم لجوا. عندي هدول وعندي هدول، هدول نفس الحكي. هلا هدول موضوع بسيط، بس مجرد ما نحن ناخذ انست صغير رح اخذ حوالي، نحن عندنا 1 سنت هون، بتعرفوا سمكة الخشب بتيجي 2 سنت، فهون رح اعمل انست 1 سنت فوقها، 1.2 اذا كنا عاملين 8، وبعدها بنعمل اكسترود لجوا ناقص، هي 65 العمق كله، فهون رح ناخذها حوالي 63. اوكي هلا تفرغوا هدول، بيجوا اللعبات فوقهم تمام اذا فرغنا فيهم شيء. نفس الحكي هون، بس هون رح يكون موضوع يعني اصعب شوي، رح نرجع نظهر البابات ان هاي اول، لانه هذا فراغ واحد، فرح اخذه من هون عباره عن بوليجون، حددهم كلهم حتى الفراغات اللي بيناتهم تمام هيك. وهلا على الفرونت رح قص كويك سلايس على الخط الفوقاني، طبعا هاي بتيجي ضمن الخشب كويك سلايس، بس تاكد اني محدد كل شيء. هي اخذت الكويك سلايس، ممكن اخذها من هون، انا عاملها اختصار الكيو، ومنفعل شو معه اف 8 مشان قص خط مستقيم تمام. هلا هيك الخطوط المفروض تطلع ظاهره معي. بقينا نعملها بس اكسترود لجوا، المفروض هون اعملها انسيت شوي خفيف كمان مشان تعطيني سمكة خشب، بس ما باي بوليجون جروب هون حوالي 1 سنت. اوكي وبنعملها هلا اكسترود لجوا بنفس السماكة. البابات كتير فراغاتهم كبيرة، كنا لازم نخففها اكتر. طيب شو بدي اخدها هون؟ ليش طلعت اكتر من غيرها؟ هلا نشوف، نحاول نعدي لها قدر الامكان شوي. ممكن ناخذ هون السبلاين، رح زيد الاوت لاين شوي، هي نص سم تقريبا. كل مين شغلات شوي مكتب ماكس. طيب على ما بتتعدل يعني، ما بدي اخذ وقت عليها. هلا نحن اخر شيء رح نمر عليهم يعني هيك وحده وحده نشوف المشاكل اللي عنا. كنترول زد، فهيك طلع معنا الفراغات، بس الفراغات كون لازم نخففها شوي. هدول بدنا نفرغهم كمان، فانا هذا الشكل اللي عندي اياه هون. عندنا هدول ثلاثة تحتانيات مفرغات، ثلاثة فوقانيات مفرغات. هي الشكل editable spline، هدول ما بدنا اياهم، نحذفهم حذف، او بعملهم detach اذا انا مفكر انه اعمل هالشيء هذا بالاكسار، يعني حسب الموضوع اللي انتم حاطين بالكم، لانه هلا رح نحكي عنه باسلوب ثاني. رح اعمله detach، افصله فصل اوكي. وعندنا الفوقانيات كمان غير، يعني هدول عندنا اياهم شباك والفوقانيات غيرهم، فبنعمله detach قطعات خطوط مستقيمه تمام لهون. هي تتمت البابات، ونحن كيف بدنا نتعامل معهم ونشتغل فيها. طيب الشيء الثاني اللي بدنا نحكي عنه،
هو بالواقع موضوع شكل الخشب هاد او اذا بتعمل نقشة خيزران مثلا داخل مع بعضها قلنا في له كذا طريقة. هلا هون انا ممكن اعمله مثل ما حكيت درس الماضي عن طريق شو؟ عن طريق لاينات، ما هيك؟ عبارة عن لاينات من ميلون على 45 ومنعطيهم انابل انابل شغلتهم فاضي. عملنا لاين ممكن ناخده بالاري انستانس حوالي 40 مثلا، من هون بناخذ ريندرينج انابل انابل. على فكرة اذا مدخلين تهشيرة اوتوكاد فالتهشيرة كلها مثل ما هي بتطلع معنا يعني بكل وضوح، بنفعلها انابل انابل بتطلع ظاهرة. فهي التقطيعة هاي، طبعا هاي بدنا نميلها 45 درجة. لا لا ما ليش خليهم مجموعة وين مشكلة؟ هلا ممكن ممكن هيك قصدك ننسخ هلا عادي هيك وبعدين نميلها كمان ممكن. هلو انستانس طبعا هون بعد ما نخلص ونشكر على هذه هاي ارفع شوي هيك بدنا نطلع. هي حلقة التدخل هاد شايفينه هاد، فهي ممكن نحن بعد ما ناخذها اخذ وحده منهم نعملها مثلا فولي كامله نعمل لهم اتاتش ونقص قصها حسب البابي هاي مثلا بالكويك سلايس او بالكت نمشي خط مستقيم تطلع معنا بالضبط على حسب قياسها. هلا في عنا حاله ثانيه غير هاي هي حاله التعامل مع الديسبليس، كثير حلو بصراحه حلو تجربوها لانه هاي الاسلوب معروف. اذا عملنا نحن بلين او مثلا تعال ناخذ نفسهم اللي عملناهم هون هي الشيبس راح اعطيهم لون بس واضح مشان يفهم عندكم تمام هيك. هدول راح اعمل لهم اكسترود خفيف كتير بس مشان يعطونا عباره عن سطح، خلوا 0.1 او حتى بدون قيمه معلم اعطوني سطح. راح اعمل لهم شيء اسمه سب ديفايد اللي هو مشان التقطيع. هي امر تعديل اسمه subdivide يعني هون معنا segments قصدي مشان نزيدهم. اذا عملنا تسليت احيانا بتضرب شكل subdivide معلش بس في مشان يطلع منتظم النقاط لازم تكون نفسها فراح اضف له refine هون وهون سب ديفايد ما مصغيره كثير كمان هاي بدنا ننتبه لها اذا نزل تحت الواحد احيانا بيعلق الجهاز. فهي القيمه اللي صارت معنا هون. هلا هون الفكره اللي بدنا نضيفها انه انا بدي اضيف له هون ديسبليسمنت هي ديسبليس الامر ثقيل شوي بس حلو. بالبت ماب رح اخذ صوره بتلاقوها ان هن عباره عن مجموعه صور رح اخذ انا الصوره معي اياها بالدرس اليوم هي هاي. فهلا هاي اذا دخلناها رح تعطينا تعشيقة الخيزران او الصورة هاي اللي شايفينها. طب انا ما انا ظاهرة عندي هون شلون بدي اعرف قياسهم؟ بنتقل على الماتيريال. هلا رح ناخذ خام جديدة رح تلزمنا مشان اعمل الخامة هاي من ديسبليس رح زط البت ماب من هون وحطها بدنا نحطها بالاوباسيتي بس مبدئيا رح احطها بالديفيوز كلر وقول له شو ومنكسر فيه الجسم. قول له اظهر لي المد. رح اعمله يو في دبليو لانه ما انا متعرف عليها. شايفين قياس مادي؟ فهلا طلع معي. طبعا انا شو نسختهم من هون؟ انستانس مشان اذا عدلت هونيك تتعدل على هاي. هلا بالديسبليس في عنا جزمه هذا غير اليو في دبليو ما كمان لازم ننتبه له. انا ما رح اتعامل معه هيك، اللي رح اتعامل معه انه كرر من هون، لانه ما تعرفكم هاي الى قياس وهي الى قياس، ما بدي هون يعني نضربه، فمن هون رح اعملهم 10 مثلا ب 10، شايفين الشيء اللي طلع معي هون؟ من هون رح اقول له مثلا اكثر شوي 15 ب 15،
واليو في دبليو ماب رح اعطيه قياس منتظم، رح اخذه هون 200 ب 200. شوف قياس الجزمه هون، اعطيني قياس له. تمام 200 ب 200. هلا هيك ضبطت القياسات كلها وحده. هلا هون اذا انا رفعت قيمه سترينث للديسبيسمنت ما بتزبط معنا، فرح زيد السيجمنت حوالي 50 ب 50. ديسبليس شوفوا الشيء اللي انا قصدي لازم يطلع معنا، حتى لو لسه ضايفين القيم اكتر هي حوالي 100 ب 100 ولو زادت. بس شايفين تفاصيل محلاها هون من نشأة الخيزران نفسها. طيب انا ما بدي هيك، بدي تطلع مفرغة. شو ممكن نعمل بالضبط؟ رح ناخذ نفس الصورة من الديسبليس، رح اخذها هون من مابس ومنزتها من هون على الاوباسيتي بهالشكل هذا. شايفين شلون تفرغت؟ طب انا هاي طالعة شفافة كمان، شو السبب؟ انه هاي المفروض تكون ابيض واسود، ما هيك؟ المادة. فشو ممكن نعمل؟ تمام؟ عم زيد التباين اكتر، فشو رح يعطيني؟ تمام هيك؟ هلا هون طالع معي صورة ما في مشكلة، يعني قصدي ما طالع التجسيم، بس انا اذا كسيتها فورا لازم يعطيني صورة الاوباسيتي. بتأكد بس قول له ارجيني اياها. شفتوا كيف طلعت على الضبط حسب الصورة؟ الاحلى من هيك لسه انه طبعا نضيف ديفيوز كلر صورة خشب بيت ماب ارك مات موجودين هون، هيك ارك مات. يمكن اخر شيء كان عنا نقشة خشب او هيك شيء. طبعا بدي اصغره كتير هون بس مشان يطلع معي بس مثل خيزران او شيء، هي 50 او خلو طولها انا ما عليه. فالمادة اللي رح تطلع معنا هلا هي بهالشكل هذا، ومع الشفافية رح تعطينا تأثير كتير حلو. شفتوا النتيجة؟ تمام؟ معناتها ديسبليس واوباسيتي ونقشة خشب رح اوصل لهيك نتيجة. لو كان في صورة ديسبليس لخشب عادي مقطع مثل هديك رح تعطينا نفس النتيجة. يعني رح يقطع لي بس تقطيع منها. يعني ما قصدي من داخل خيزران، رح يقطع لي اياهم مداخلات مثل هنيك. معلش بس هون رح اتأكد إذا أنا خففت الجزمة. فليش خيارات التكرار ما انا موجودة هون. طيب كنترول زد. بتعرفوا شو غلطي؟ كان تو انه اخذ بيت ماب ماني اخذ ماب. اذا اخذنا هلا هاي لهون قلنا له بالماب انستانس وقلنا له هون اعمل لي قياسها بالكوردونيتس 10 ب 10. تمام. شايفين النتيجة؟ طبعا على اساسها بدي اضبط الديفيوز. لا ما في داعي الا بدي اضبط الاوباسيتي اخذي نفسها، بس بدي كتر هون بدي كتر السيجمنت لسه ضعف هدول عشان تعطيني التأثير نفسه. كم بفلو مش سموث، بس انا ما رح يلزمنا هالعدد هذا طبعا، يعني الموضوع اقل من هيك. شايفين النتيجة؟ وبالرندر تمام. أنا كثير صغرتهم، كثير بالغت فيهم، يعني المفروض يكون أكبر من هيك القياسات عنا. مشكلته الديسبليس إنه تقيل كثير، يعني هاي الشغلة بتكون تراعوها إنه يعني قدر الإمكان الواحد يستعمل خامات بسيطة ما تكون كثير معقدة. هلا هدول ممكن يجربون على الزخارف يعني كمال تفرش مثلا. شفنا اليوم شغل غزل نفسه ممكن تاخذه زخرفي وطبقه ديسبليس، بتعطينا شغل احلى فكره كمان من التكست وهالامور هاي، بس كان زيد الدقه كثير تقطيعات السيجمنت. بالنسبه لهون معناتها المشكله كانت انه ننتقل على الديسبليس من 200
50 ريال رح اخذ هاي المادة نفس اللي عملناها ورح اعطيه الاوباسيتي بالماب انستانس بس انت ما طالعة 4x4 كتير مكررة كانت وشو بدي اجينا كمان اقول له apply الصورة هاي منين جاي انا كاسي المادة فممكن ندخل هلا على البامب مثلا بدال 4x4 خليها 10x10 شفت التقطيعات كيف ظهرت معي طيب بدي ميلها ما رح ميلها من هون من هون رح اقول له من الدبليو مباشرة 45 كمان انا في شغلة غلطت فيها انه يعني هاي انا عامل لها كتير تباين فانا لا بدي اياها ما تعطيني التباين هذا فلذلك بعد ما بخلص اخر شيء رح اعمل نسخة تانية منها مثلا زدت على البامب ما بدي اياها ما رح استعملها بس رح ادخل شو نعمل فيها رجع الاوتبوت لوضعه الطبيعي طلعت. رح ارجع الاوتبوت لوضعه الطبيعي مشان يعطيني تباينات اكثر بموضوع الديسبليس تمام هلا هاي رح اخذها زتها بالماب وقول له انستانس تاكد هلا ارجع الاوباسيتي رندر نزيد قيمة الديسبليس سب ديفايد بس خفيفة للنص كيف التقطيعات ما انا منتظمة هلا انا لو كنت باخر اخر شيء ممكن نعمله او الشيء اللي حتى نظبط هالشيء هذا انه حط بلين هون بدل ما يكون شكل القوس نفسه بس عم نشتغل على الخامية الاساسية اني حط بلين بدل ما كنا عم نشتغل على الشكل نفسه وبعدين قصة بالكت او شيء بتعطينا نتيجة احلى من هيك بس الفكرة العامة للشغل راح يكون بهالاسلوب هذا خطوات العامة بس كان بدها شوية ترتيب بس شوي بتطلع معنا الامور تمام بس هاي كمان تعطينا شايفين شلون عطيت تأثير حلو للمطبخ اللي عنا هون ممكن اقطع تقطيعات مستقيمة عادية حسب الصورة نكملها طبعا المطبخ لسه بده كتير شغل بس الافكار الاساسيه بالموديلينج نحن خلصناها يعني شو بقي عن شغل انه والله تتفننوا بموضوع مثلا عملنا مسكات للبواب اخراجات كتير بدنا مكتبه بلوكات كتير هاي مثلا الفلتر صعب شيء بينرسم ممكن عباره عن ريكتانجل وبنعمل شامفر لحرفه تمام وبعدين عن طريق الايد الكولي بقدر اوصل لهالشكل هذا في شيء غريب عليكم لسه بالتمرين هون ممكن نفرغ اذا حاطين شيء هلا هون نحن الباب طلعت معنا صغيره فبنعملها باب خشب ممكن ولو يعني خط مستطيل لانه ما رح يعطينا هون قوس حلو فعاده بيعملوا خط مستطيل تفاصيل اكثر مثل هون تحت يعني بدي نفس الاسلوب اللي اشتغلناه هون ما رح اطلع براته بيان تفنن اكثر بموضوع توزيع العناصر بالمشهد شوفوا هون لوحات على الحيطان شوف تزريعة على الشباك مثلا ما بعرف شو في افكار تانية هدول ممكن نضيفوهم عبارة عن لاين مرسوم ممكن استفيد هاي من السويب بروفايل المقاطع الجاهزة تبعيتها في شيء لسه هون مثلا بالموديلينج ملاقينه غريب عليكم بدنا نعمل الكورنيش اللي فوق ما عملناها مع انه سويب البروفايل جاهز عنا فرح اخذ هاي اول شيء انا بدي المسار ما هيك فرح اخذ هدول عنا مسارين شيفت مع ايدج انتبهتوا الخطوط اللي طلعت معي هدول شو رح نعمل لها كريت شيب فروم سيلكشن اوكي ورح اعطيه هلا شيفت جي بقيت عندي هاي الخطوط طيب انا شو بدي منها هدول الخلفيات ما بدي اياها هلا هون ظاهرة عندي وهون ظاهرة هون على الحيطان كمان فديليت الخطوط هدول مبنياهم كمان فيرتكس كنترول ديليت مسار صار عندي جاهز كبسة زر بقيان سويب بروفايل اخذنا الامر من قبل هلا
طبعا بننقي المقطع اللي بدنا اياه. في كثير مقاطع بجربها، رح اخذ هذا القياس نتحكم فيه من هون. اذا لقيته كبير بقول له مثلا 5 ب 5 تمام. طيب طالع لجوا بنتقل على موديفاي سويب. خيارات هون بتذكروا مارين عليها من قبل، ميرور وميرور. طيب انا ما بدي اياه هون، شوف الشكل اخذه لجوا، شايفين الخط مبلش منه لتحت، انا بدي اياه بالعكس. شو بنعدل؟ اللاين بيفوت تمام. اذا رجعنا هلا للشكل، لا الكورنيش زبطت معنا. كنا لازم نعمل له اوفست لبرا، فرح اخذ سبلاين لانه طالع يعني البابات شايفين سماكتون، فرح اخذ هذا السبلاين نعمل له اوتلاين 2 سم لبرا، او كان المفروض معلش نرجع السويب نتيجه. لا انا اخذ هاي بالغلط، هاي بالسويب باخذ هاي النقطه. لا خلص تمام. كبسة زر. في عنا هون موضوع التنعيم سموث باث، هاي احيانا بتكون فعالة فبصير معنا سويب بهالشكل هذا. نلغي، خلونا على سموث سكشن بس بيعمل تنعيم على شكل المقطع هذا تمام لهون. فهذا كان الموديلينج للمشروع الاول. هلا انا بدي اكمل شغل عليه بالبيت، نخرجه مشان نشتغل اضاءه والاكساء عليه ان شاء الله الجلسه الجاي. وانت بدي اياكم تبداوا فيه، اذا وصلتوا لهيك مرحله اموركم تمام، ما بظن في شيء صعب يعني. اي اسئله اي استفسارات؟